حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من سبتمبر نت، كيف تبدو مديرية الصلو بعد عام ونصف من الحرب فوق ترابها؟ أخبار اليوم: الشدادي يكشف أسباب تعثر انعقاد أولى جلسات البرلمان في عدن. عدن الغد أغرب عملية تهريب لإثيوبيين من عدن إلى شبوة. ومن القدس: مسؤولة أممية، معظم نازحي اليمن قادمون من الساحل الغربي. أهلا بكم. بعد عام ونصف من المعاناة عاشتها قرى مديرية الصلو تحت حصار الميليشيا الانقلابية بين قصف المدافع وأزيز الرصاص، تحررت أخيرا المديرية من بطش الميليشيات الحوثية. ووفقا لموقع سبتمبر نت، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية من تحرير المديرية من قبضة الميليشيا وإجبارها على التراجع إلى دمنة خدير بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، يضيف التقرير الذي أعدته وئام الصوفي من المديرية المحررة. تعد مديرية الصلو البوابة الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز، فهي تبعد عن مدينة تعز بحوالي 45 كيلومترا، ويحدها من الشمال مديرية خدير وسامع، ومن الجنوب مديرية المواسط وحيفان، ومن الشرق مديرية خدير وحيفان، ومن الغرب مديرية المواسط، بالإضافة إلى أنها خط الإمداد لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الريف التعزي. ويقول رئيس عمليات اللواء 35 مدرع عبد الحكيم الجبزي لسبتمبر نت: تحرير مديرية الصلو كان عبارة عن خطة محكمة شاملة ضمن معركة تحرير محافظة تعز، وكان الدور يناط بجبهة الصلو بقيادة اللواء 35 مدرع بمشاركة ألوية أخرى كاللواء 145 وقيادة المحور واللواء 22 ميكا وبعض الفصائل من أبناء المديرية. من جانبه، دعا مدير عام مديرية الصلو عبد الجليل الحمادي جميع المواطنين النازحين من مديرية الصلو للعودة إلى منازلهم وقراهم. وقال الحمادي لسبتمبر نت: إنه تم تأمين المديرية وإعادة فتح الطرقات والممرات ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيرا إلى أن المعركة الأولى انتهت بتحرير مديرية الصلو، وبدأت اليوم المعركة الثانية والأهم، وهي معركة البناء وإعادة الإعمار. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، وأبرزها: المجلس الانتقالي يؤكد تمسكه بإقالة الحكومة ويطالب السعودية والإمارات بالاستجابة، وعنوان: الشدادي يكشف أسباب تعثر انعقاد أولى جلسات البرلمان في عدن، وعنوان: محافظ لحج وجه النقاط الأمنية بعدم مضايقة المواطنين. ومن تعز: الجيش يكسر هجمات الحوثيين على جبل الحمام ويهاجم الميليشيا في المقرم. ومن أبين: نقطة أمنية تضبط سيارة تحمل قذائف هاون ومتفجرات. إذن لهذا شاركت في ثورة فبراير. تحت هذا العنوان كتب عامر السعيدي مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، والذي قال في أجزاء متفرقة منه: لقد شاركت في ثورة فبراير لأنني منذ أن وقفت على الوعي والإدراك رأيت أمي وهي تمرض وتمرض حتى يشبع منها المرض وتخرج منه واجمة وشاحبة لكي تعود إليه ثانية، ونحن حولها نتهامس فيما بيننا، كلما غفت يمكن ماتت. ومن بين الأسئلة تمد يدها وتمسد على قلوبنا الغضة بصمت وبأصابع راعشة، وكأنها تقول: لن أموت بسهولة. ولم تمت فعلا، لكنها ما زالت كما عودتنا تموت وتحيا، ومن حولها عجزنا يطقطق أصابعه ويقضم قلوبنا كما يفعل الخوف عليها تماما. ما زلت أتذكر أولئك الرجال الذين ماتوا بالكوليرا وأهاليهم وهم يحاولون إنقاذهم بالأعشاب والزوم. لا يوجد في قريتنا مستشفى ولا حتى مركز طبي صغير، ولا توجد طرقات معبدة تسهل نقل المتعبين، إذ ينزف الجريح حد الموت بينما لا تزال السيارة تنحدر في الجبل ببطء مثل فيل عجوز. لقد شاركت في ثورة فبراير لأنني كبرت في الظلام. لم تعرف قريتنا الكهرباء، وبالتالي لم يتسن لي رؤية ملامحي في المرآة وهي تنتقل من سنة لأخرى
وتغير ألوانها وتأخذ شكلاً جاداً لتقلباتها. لقد شاركت في ثورة فبراير لأني كنت أسهر مع أمي على بئر الماء حتى الفجر وهي تنتظر دورها في تعبئة دبتين من 20 لتراً تحمل هي إحداهن على رأسها والفانوس الأزرق في يدها، وأحمل الأخرى على كتفي لنعود إلى البيت، وكذلك يفعل كل أطفال القرية مع أمهاتهم أو أخواتهم لأن الدولة لم توفر لنا مشروع ماء للشرب. لقد شاركت في ثورة فبراير ضد الرئيس لأن الرئيس الوحيد الذي زار مديريتنا منذ قيام الجمهورية قبل 50 عاماً حتى ثورة فبراير في 2011 هو الرئيس إبراهيم الحمدي، وهو الوحيد الذي شق طريقاً ترابياً وفتح مدرسة وتفقد أرملة وحاسب شيخاً وقبل طفلاً ووضع حجر أساس لمشروع ماء لم ينفذ أبداً. لقد خرجت إلى ساحة التغيير لأن عصابة صغيرة تمتلك كل شيء وشعباً كاملاً لا يملك طعام يومه ولا الأمل في غد أفضل. يتحدث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن مباحثات تجرى لأول مرة بين طرفي الانقلاب المتمثل بميليشيا الحوثي وحزب صالح وعنوان موقع يمن مونيتور. ولد الشيخ المبعوث الأممي الجديد سيرعى محادثات بين الحوثيين وحزب المؤتمر في مسقط، حيث قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المبعوث الجديد للأمم المتحدة سيبدأ عمله بالتحضير لجولة جديدة من المحادثات تبدأ بلقاءات ومشاورات جديدة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان مواليا للرئيس اليمني السابق حتى مقتله في ديسمبر الماضي. وأشار والد الشيخ أن المشاورات ستستضيفها سلطنة عمان مع التأكيد على الحل السلمي والسياسي بين الأطراف وضرورة تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى تسوية. وقال إنه لا يمكن وصف فترة عمله مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن بغير ناجحة، مشيرا إلى أن دور المبعوث هو مسهل وميسر بين الأطراف، فإذا كانت مقتنعة من أجل التوصل إلى السلام فقد تصل، وإذا كان عكس ذلك فلن تصل إلى أي نتيجة وحل. وصف موقع عدن الغد عملية أخيرة لتهريب لاجئين أفارقة من عدن بأنها أغرب طريقة تهريب لمجاميع بشرية بعدن على متن شاحنة. وقال الموقع إن نقطة دوفس بمحافظة أبين أحبطت عملية تهريب لاجئين أفارقة كانوا على متن شاحنة نوع دينا في طريقهم من محافظة عدن إلى محافظة شبوة. وذكر مصدر أمني بالنقطة أن السيارة محملة بالأعلاف في الجزء العلوي منها، فيما يختبئ 53 إثيوبيا في الجزء السفلي من الشاحنة، وهي عملية تهريب محترفة باستخدام الأعلاف للتمويه. وذكر سائق الشاحنة أنهم يأخذون مبلغا وقدره 2800 ريال سعودي على كل شخص مقابل توصيله من عدن إلى شبوة، واعترف بأنه قام بعملية تهريب مماثلة خلال الفترة الماضية. الجميع يبكون ريهام البدر، ولقد كان استشهادها فاجعة لكل من عرفها ومن لم يعرفها. إنها روح تعز ووجدان فبراير الأصيل، أنموذج للجيل الخلاب في كفاحه وانتمائه لأحلامنا الكبرى. هكذا بدأ فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور. ريهام التي تسقي العطش من النازحين وتقدم لهم الأدوية، كما تلملم أحزان الجياع والذين تشردوا، تساند الجبهات وتحث شباب المدينة العصية على الصمود. عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، المحامية التي كان فعلها الحقوقي نابعا من الضمير والأخلاق والسمو الفبرايري السوي. ريهام امرأة تنشد الديمقراطية والتحرر في مجتمع تقليدي بائس ينظر للمرأة وكفاحاتها باستعلاء، لكنها ريهام التي كسرت القيود الاجتماعية وكانت بطلة بشهادة الجميع. وهكذا بكى الجميع ريهام ومن كل الكيانات والأحزاب. ريهام التي كانت قريبة من الجميع في إطار الشراكة والمسؤولية الوطنية فيما كانت بإسهامات خلاقة لا ينكرها أحد. ريهام المناهضة للغشم والاستبداد والإذلال، الفتاة الرمز والأيقونة، بنت الفلاحين وعاشقة الجمهورية ودولة المواطنة والقانون، كانت بقدرة فائقة على تغلغل لمناطق صعبة في خضم الحرب
كما كانت بثقافة وحماس وصرامة وارتباط نوعي نادر بالقضية وبالمقاومة. وبالمقابل كانت تصغي لأعماقها الداخلية بإيمان لا يوصف، وتخوض جبهات المدينة المثخنة والمحاصرة مفعمة بالإرادة وبالوعي، تنقل تركيزها بين الضحايا وتنتمي إليهم. لم تصب مرة بالملل أو اليأس، ولم تعرف طعم الخوف أبداً. شجاعة إلى حد الجنون، حتى صارت كحالة أسطورية باسلة، بينما لا تمتلك روحها سوى التعاطف مع ضحايا الميليشيات الانقلابية والانتماء لفقداناتهم ومواجعهم. وهي تلك الروح المضيئة والملهمة، روح ريهام البدر كمكافحة لا تتكرر، وذات عنفوان إنساني ويمني نادر. تعنوي صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، الآلاف يشيعون الناشطين ريهام البدر ومؤمن الشرعبي في تعز. وتقول الصحيفة إن المئات من أبناء محافظة تعز شيعوا جثماني الناشط الحقوقية والمجتمعية ريهام البدر والناشط مؤمن الشرعبي، اللذين استشهدا على يد قناصة الميليشيات الإنقلابية في الجبهة الشرقية بالمدينة. وطلب المشيعون الذين تقدمتهم قيادات عسكرية وسياسية وحقوقية وإعلامية، طالبوا باستكمال تحرير محافظة تعز من قبضة الميليشيات الإنقلابية. وشيع الشهيدان ريهام البدر ومؤمن الشرعبي إلى مقبرة الشهداء في حي عصيفرة بعد الصلاة عليهما في ساحة الحرية بحضور حشد جماهيري كبير. تتابع الصحيفة، استشهدت الناشطة ريهام البدر برصاصة معدل قناص تابع للميليشيا الإنقلابية من تبة السلال، واستشهد رفيقها الناشط مؤمن سعيد الشرعبي معها وفي الوقت نفسه بطلقة معدل. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة القدس العربي، والتي عنونت بخصوص أوضاع النازحين في اليمن: المفوضية السامية للاجئين، العمليات القتالية تتسبب بنزوح يمني جديد لأكثر من 85 ألف شخص. وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين: الحرب في اليمن قد تسببت منذ ديسمبر 2017 بنزوح أكثر من 85 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد وفقا للبيانات. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن الساحل الغربي لليمن لا يزال هو أعلى مصدر للنزوح الجديد، حيث إن 71% أو نحو 61 ألف شخص ينحدرون من محافظتي الحديدة وتعز. وأشارت إلى أن التصعيدات العسكرية الحالية على الساحل الغربي تؤدي إلى اضطرار مئات الأشخاص للفرار من ديارهم يوميا، بما في ذلك من مناطق الخوخة والجراح وحيس في جنوب الحديدة، ومن المخا وموزع في تعز. وذكرت أن معظم الهاربين من العنف من الساحل الغربي يهربون إلى أبين، حيث فر أكثر من 21 ألف شخص، في حين يحاول آخرون اللجوء إلى أماكن أخرى في محافظتي تعز والحديدة، بينما فر آخرون من الساحل الغربي إلى لحج والمهرة وعدن وإب وذمار وحضرموت وشبوة. وأضافت: لا يزال معظم النازحين في محافظتي الحديدة وتعز يستضيفهم أقارب وأصدقاء محتجزون داخل منازلهم أو في كهوف بسبب اشتباكات أرضية وقصف جوي ونيران قناصة من حولهم. تتساءل الكاتبة العربية المعروفة غادة السمان عن نحات يمني اختفى وسط الزحام، وتقول إنها لا تعرف عنه شيئا منذ عقد ونصف. وتكتب مقالا في القدس العربي بعنوان: ترى أين أنت يا خالد علي الوشلي المبدع؟ وتقول:
أبحث عن مبدع يمني لا نعرف عنه شيئا، وأعرف عنه إبداعه واسمه لا أكثر، ولا أدري أين هو وكيف حاله مع الإبداع والمزيد من العطاء الفني التشكيلي نحتا وربما رسما، وأعرف عنه فقط تمثال بومة من نحته تكرم بإهدائها لي أصدقاء من اليمن. أسرني في تمثال البومة الذي وصلني عام 1994 إلى 1995 من أصدقاء لأبجديتي في صنعاء أن مبدع ذلك العمل الفني الرائع لم يوقع. ولو لم أسأل من أهدوني إياه عن اسم الفنان الذي أبدعه ونحت تمثال البومة في قطعة واحدة من الخشب لما عرفت اسمه، لكنه نحت أسماء الأخوة الثلاثة الذين كانت الهدية منهم ولم يضف اسمه كفنان. أخط هذه السطور وحولي أكثر من 500 بومة، بعضها من الخشب. أجمل بومات الخشبية هي التي نحتها اليمني الوشلي. إنها أجمل من بومات خشبية اشتريتها وزوجي من روما وزوريخ وكولن وبرلين ونيويورك. بومة الوشلي تتفوق على كل ما لدي من بوم خشبي بملامحها الإنسانية، إذ تغمز بعينها اليسرى وذلك طبيعي. أما تاريخ نحتها فهو عام 1994 حين كنت أكتب في مجلة الحوادث المتوقفة، وحظيت بأسرة تحب أبجديتي، هي ثلاثة إخوة من صنعاء. أتساءل اليوم أين ذلك المبدع خالد علي الوشلي؟ آثار يمنية معرضة للخطر مع استمرار الحرب، يعنون موقع ABC نيوز تقريره الخاص عن آثار اليمن المهددة في ظل استمرار الحرب، ويقول التقرير: على طول طريق ضيق في اليمن تمر منه ناقلات النفط أو الغاز الطبيعي، والجنود المدججون بالسلاح يكمن معبد قديم مهمل ومهدد في بلاد تعيش حالة حرب. يربط معبد أوام المنطقة التي تقع على الخطوط الأمامية للحرب إلى ماضي ما قبل الإسلام، وهو الوقت الذي عاشت فيه ملكة سبا. ويخشى الخبراء حسب ABC نيوز من حدوث أي شيء للمعبد، فضلا عن عجائب تاريخية وثقافية أخرى في جميع أنحاء اليمن خارج تلك المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، حيث لا تزال معرضة للخطر مع استمرار الحرب. وقالت أنا باوليني مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في قطر التي تشرف على اليمن ودول الخليج العربية، قالت: جميع القرى التاريخية لا تزال تراثا للبلاد، ومن المحزن أن نرى ما يحدث. تضيف: مجرد صدمة انفجار على مقربة يمكن أن تكون كافية لتدمير الهياكل الحساسة للآثار. يتابع التقرير: كما فر المؤرخون وعلماء الآثار الأجانب من البلاد بسبب القتال، مما أدى إلى توقف العمل في مواقع مثل معبد أوام المعروف أيضا باسم محرم بلقيس. ويعتقد العلماء أن المعبد مع أجزائه يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مدينة مأرب القريبة عاصمة مملكة سبا التي حكمت المنطقة لعدة قرون قبل ولادة المسيح، وقامت ببناء سد مأرب العظيم وطرق تجارة توابل والبخور. إذا من تسريحة شعره الغريبة إلى رنة هاتفه الصاخبة إلى الكاريزما التي لا تقاوم على المسرح، تبرز غرائب مؤسس فرقة يمن بلوز في كل سمة من سمات شخصيته. التقينا كحلاني مؤخرا أثناء جولته الصغيرة في أمريكا الشمالية. يقول رفيد كحلاني، وهو مطرب يمني إسرائيلي يبلغ من العمر 39 عاما لموقع جي بوست: المسرح هو المكان الأكثر راحة بالنسبة لي. ويرجع رافيد حضوره القوي والمتميز على المسرح إلى جمهوره قائلا إنه يشعر بالذهول المستمر من طاقة الجماهير التي تحضر لمشاهدته. ويقول التقرير الذي ترجمه الموقع بوست: نشأ الكحلاني مع والديه من اليهود التقليديين اليمنيين، وكانت الثقافة اليمنية الدينية جزءا قويا من طفولته، وعلى وجه التحديد الصلوات التي كانت تغنى بألحان فريدة جدا ومحددة على غرار الألحان العربية، ولكن مع تغييرات خاصة بهم. يضيف التقرير: الجدير بالذكر أن المطرب الموهوب وصاحب الكاريزما ينحدر من عائلة يهودية متدينة ذات أصول يمنية، وقد أصدر عام 2011 ألبومه الناجح مدعوما بنخبة من عازفي موسيقى الجاز والألحان الشعبية من مختلف ربوع المعمورة، حيث أطلق على الفرقة اسم يمن بلوز.
من الحرب والتظاهرات إلى السباق والمخاوف من الموت ورعاية الحيوانات في غابات أفريقيا من المدن إلى القرى البعيدة، تتنقل عدسات مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.